هذه الظاهرة طبعا لها أسبابها الاقتصادية. كانت تكون 2010 فعلا لتوجد دولة حديثة تتعامل أخلاق ضياع الشوارع في منظمة السلام. نسعى جاهدين لربط أعمالنا التوعوية بمطالبة بتشريعات وطنية. مراسل الجزيرة مراد هاشم يرصد تنامي ظاهرة اختطاف الأجانب. من هنا بدأت رحلة وفد منظمة دار السلام في مسعى لإطلاق سراح الهولنديين المختطفين في بني ظبية. رحلة طويلة وشاقة لوفد الوساطة، أكثر من 3 ساعات منها كانت مشيا على الأقدام. مكان نائي وبيئة قفراء وعرة. هنا يحتج زيان وزوجته هيلين منذ 10 أيام في ضيافة إجبارية. أملهم الآن السلامة والحرية وضيافة أقل مشقة. الخاطفون يقفون خلف الكاميرا وبالكاد سمحوا لوفد الوساطة بالتقاط هذه الصور. وفد منظمة دار السلام حاول على مدى 30 ساعة إقناع الخاطفين بالإفراج عن الرهينتين. تسليم قيادات أمنية متهمة بالاعتداء